السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات الأدب فقط التعداد للصف الثالث الإعدادي. تقريبا كتبت كم سؤال، بالله إيش كم سؤال كتبت؟ 8 أسئلة فقط التعداد، 8 أسئلة فقط التعداد. يلا عيني، خلينا نقرأهم. سؤال الأول يقول: ما الخصائص التي يجب أن تتوفر في الشاعر لكي يمنح لقب فحل ومن أقدم من استخدم مفهوم الفحولة؟ الجواب: أولا، أن تغلب صفة الشعر على جميع الخصال الأخرى للشعر. 2، أن يكون له الكثير من القصائد الأجياد المحسنات. 3، أن يكون راوية للشعر القديم. ويقول لك: من هي أقدم استخدم مفهوم الفحولة؟ أقدم من استخدم مفهوم الفحولة الإصمعي. سؤال الثاني: ماذا نعني بعمود الشعر وما عناصره؟ عمود الشعر هو مصطلح نقدي يتعلق بطريقة العرب في نظم شعرهم. سؤال الثاني: ما هي الخصائص الفنية التي شكلت القواعد القديمة المتنبطة من الشعر العربي القديم؟ شرف المعنى وصحبته، جزالة اللفظ واستقامته، الإصابة في الوصف، المقارية في التشبيه، التحام أجزاء النظم، مناسية المستعار منه للمستعارة، مشاكله اللفظ للمعنى. يلا عيني، أخذوا لها صورة هذن النقاط خاطر ننتقل إلى السؤال الرابع. زين، السؤال الرابع يقول: عدد خصائص الكلاسيكية. أولا، الاعتماد على الحقيقة، وهذا يعني الاقتراب من الواقع والابتعاد عن الخيال. العقلانية، هذا يعني أن عقلنا وحده هو الحكم الموجه به ونستطيع التمييز بين الحقيقي والمزيف. تقليد القدماء، أن تكوين المملكة العقلية أن يكون إلا آلة بدراسة القدماء إلا بآل اللهم كانوا أقرب منا إلى الطبيعة. الاتقان الفني، الكاتب من يتقن منه ويسقله إلى درجة الكمال. القيم الأخلاقية، اتجه الكتاب إلى معالجة المشكلات الإنسانية، الحب والبغض والهوى والغيرة والعقل، أدى صوغة مثال جمالي وأخلاقي. سؤال الخامس يقول: ما هي الرومانسية وما خصائصها؟ الرومانسية هي اتجاه فني في الأدب يتميز أساسا بطغيان العاطفة على ما عدها من مقومات. خصائص الرومانسية: الاحتجاج على سلطان العقل والاتجاه إلى القلب، العودة إلى المصادر الشعبية والقومية والأجواء الشعبية المحلية، التمرد والبناء، العودة إلى الطبيعة واتخاذها إطاراً للمشاهد القصصية، الولع بالتغرب والغريب، الابتعاد عن اللغة الكلاسيكية المتميزة بالجزالة والترفع والتصنع والدقة. ما هي خصائص الواقعية؟ النزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منه، حيادية المؤلف، التحليل، الفنية الواقعية. بماذا تمثلت الواقعية في الأدب العربي؟ تمثلت الواقعية بأشكال شعرية مختلفة، حاولت الحفاظ على نقل الواقع بحرفيته. عندنا السؤال الثامن، 8 أسئلة: كيف نعرف القصيدة الرمزية والقصيدة الواقعية؟ أولا، عمد إلى تكرار الأصوات المهموسة واستخدام مفردات تصب في الخيانة، السكون، الإناث، الليل، دبيب، والإيحانية العالية التي ينشأ بها النص والانعطاف داخل النفس البشرية. لهنا وتخلص المحاضرة مالتنا، وإن شاء الله التوفيق.